أنا اليوم جيت من الرباط، حضرت في جنازة فقيد الصديق والرفيق العزيز بوكر الخمليشي، يعني من خلال الجنازة والحضور اللي كان. وأنا كمناضل سياسي ونقابي في قطاع التعليم، القطاع الواسع في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، لأن مناضلين ومناضلات كتار جامعة سواء على الصعيد الوطني أو في المنطقة نتاع طنجة. أنني تلاقيت بواحد مجموعة نتاع الحاضرين والحاضرات، وهناك تنوع تاع الحضور، هناك إجماع الاحترام تاع أبو بكر الخمليشي كمناضل وكإنسان وكواحد اللي كاين يحمل الفكر اليساري، يطمح للتغيير تاع البلاد في الاتجاه تاع الديمقراطية الحقة وفي الاتجاه تاع يعني العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية وحقوق الإنسان بجميع الأنواع ديالها. كيبقى هو يساري، ولكن مع ذلك يعني له علاقات مناضلين من جميع الأطياف، عمال وعاملات وموظفين وموظفات. إذن هذا هو العبرة اللي ممكن باش ناخذوها من عند الرفيق ديالنا بوكر الخميشي. إيه، وكيف قلت مناضل يساري، ولكن يطمح للتغيير، يتعامل مع الجميع من أجل بلادنا أنها تكون بخير وتكون زاز، والمواطنين والمواطنات يكونوا كذلك بخير. دم بوكر يعني دارت كلمات كثيرة في حقه لصالحه، إن عنده مزايا كثيرة، يعني جميع الأطراف اللي كانت متواجدة في التأبين اللي دار مساء اليوم، يعني درس كلمات وشهادات يعني يعتز بها الإنسان، الأصدقاء دياله، العائلة دياله الصغيرة والعائلة الكبيرة كذلك. وشكراً.